المواهب السعودية الطموحة والمؤهلة في مجال الإعلان أصبحت رافد مهم في تغيير معادلة السوق الإعلاني من خلال الأفكار الإبداعية والتي يقدمها شباب مؤهلين علمياً في مختلف الجامعات السعودية. واليوم تحديداً حديثنا عن هذا المستقبل مع ضيفتنا الدكتورة هبة جمال، وكيلة كلية الإعلان بجامعة الأعمال والتكنولوجيا، وهي الإعلامية الزميلة والأكاديمية حالياً. منورة دكتورة هبة جمال، حقيقة نورت الشاشة وشرف كبير لي أنك موجودة اليوم معي. الله يسعدك، أنا سعيدة كثير بلقائك أستاذة لميا، وسعيدة مرة ثانية بلقاء الكاميرا والجمهور بعد فترة. إيش إحساسك حقيقة قبل ما ندخل في الموضوع؟ حكينا عن إحساسك. لا سعيدة جدا، وحاسة أنه المكان اللي أول مجال عمل بدأته، وتذكرت سنوات من العمل في MBC في كلام نواعم، 5 سنوات وتقريبا 6 شهور في روتانا خليجية في برنامج صحيح. سيدتي كإعداد وتقديم، فتجربة مميزة ومهمة في حياتي، وكمان سعيدة بالتجربة الجديدة اللي من 2.5 سنين بدأت في الأكاديمي. طب كلمي دكتورة هبة عن أجواء العمل الأكاديمي بعد فترة طويلة من العمل في المجال الإعلامي. أوكي. أنا بدأت في المجال الإعلامي من أولى جامعة في MBC، كنت بدرس الجامعة في جامعة الملك عبد العزيز، وبدأت كمان العمل في الإعلام لما قررت أكمل هدفي اللي هو الدراسات العليا، وإني أكون يعني أستاذ في الجامعة للتعليم والتدريس وجانب الخدمة المجتمعية اللي يهمني كمان. فبدأت على طول الماجستير، ووقتها اضطريت أترك يعني بكل محبتي MBC، بس أولويات كانت، كنت مبتعثة في بريطانيا ماجستير ودكتوراه في جامعة ميدلسكس يونيفرسيتي، وخلصت وبدأت الآن في العمل الأكاديمي من 2020 يناير في جامعة الأعمال والتكنولوجيا. اشتغلت تقريبا فترة، وبعد كده بدأت أسير وكيلة كلية إدارة الأعمال CBA طبعا، وعملت مع زميلات وزملاء رائعين جدا، ودخلنا اعتمادات أكاديمية تقريبا 14 اعتماد أكاديمي للجامعة ككل، CBA يمكن 8 في اعتماد أوروبي. وكانت مرحلة يعني تطويرية مهمة، والآن جميل. وكيلة كلية الإعلان ما شاء الله تبارك الله. بما أنك اليوم وكيلة لكلية الإعلان، خلينا نتكلم، حلو أيضا وفرصة أن نتكلم عن حجم توجه الشباب لهذا التخصص. صحيح، كلية الإعلان تقريبا هي الكلية يمكن الوحيدة في غالبية الدول العربية اللي بتقدم الموديل هذا من الدراسة. فالفكرة تكون أنه يدخلوا الطلبة يصوروا الإعلان، يعملوا الإيديت، يستخدموا السوفتويرز الموجودة، يعني صناعة كاملة للإعلام من الألف للياء، من كتابة النص والسكريبت والتفاصيل حتى إخراج المنتج النهائي أو الإعلان النهائي. وميزة الجامعة عندنا أنهم بيتعاملوا مع كل الشركات الحكومية والخاصة، وفي دعم كبير منهم للمشروعات، وبيشتروها بيدعموهم وبيتوظفوا الطلبة قبل ما يتخرجوا ما شاء الله. يمكن حماس شباب عشان التخصص جديد ومطلوب كثير عندنا في سوق العمل. في صحيح. سوق العمل، فنبغى نعرف إيش توقعاتك لجيل قادم من الشباب المؤهل لدخول هذا السوق، يعني كيف ممكن يغير المعادلة بالأفكار الإبداعية، وأهم شيء طبعا للكوادر السعودية. بجد سعادتي بحب الجمهور في مجال الإعلام، سعادتي أكبر في التعامل مع الطلبة والطالبات، بيفاجئونا بإبداعات. يعني اليوم مثلا كان تكريم أمانة جدة لطلبة مبدعين عندنا، اليوم صوروا بعض الفيديوهات اللي بتتكلم عن استخدام جسر المشاه، وهذا جزء من جانب الخدمة المجتمعية المهم من الجامعات، واللي ما شاء الله بنركز عليه كتير. فالطلبة مبدعين بتتفاجئ بالأفكار، الأساتذة بيشرفوا عليهم، زميلاتنا وزملائنا الله يعطيهم العافية، وبيعملوا ريل بروجكت. ما في ستايل الامتحانات، النظام البريطاني في كلية الإعلان للتدريس مركز على انهم المتر الفاينلز الامتحان الفترات او التسليم الاسسمنت تكون كلها مشاريع لشركات، فيتدربوا، وفي نسبه كبيره بتتوظف من قبل ما تتخرج. التعليم من اجل العمل يعني السلوغن المهم لجامعة الأعمال والتكنولوجيا. جميل. واحدة من الأحداث أيضا الجميلة كانت زيارة فنان العرب الفنان الكبير محمد عبده للجامعة، فودنا نعرف الموضوع منك دكتورة هبة. الله يسعدك، طبعا كانت زيارة جدا مميزة وجميلة، كانت أمس، وكانت الزيارة لتدشين قاعة أو استوديو الصوت اللي في كلية الإعلان باسم الفنان محمد عبده. اتقابل مع الطالبات والطلاب، وطبعا رافقوا في الجوله سعاده رئيس مجلس الامناء للجامعه الدكتور عبد الله بن صادق دحلان، ورئيس الجامعه الاستاذ الدكتور سعاده الاستاذ الدكتور اسامه جنادي، وكنت معاهم في التور برضو.
والطلبة كانوا موجودين وتكلم معهم فنان العرب وشجعهم، وإن شاء الله قريبا حيكون في تأسيس معهد للموسيقى في الجامعة. جميل. عشان إحنا في استوديو صوت الطلبة بيعملوا الأصوات اللي تستخدم في الإعلانات. يعني صوت المطر، آلات موسيقية بيعزفوا عليها، بس إن شاء الله ننشأ المعهد قريب بإذن الله، ويكون في دعم أكبر لنشاطاتهم الإبداعية. أنتوا أكيد أثرتوا إعجاب أبو نورة بالاستديوهات الخاصة الموجودة عندكم بالجامعة والخاصة بالطلاب، ودنا نعرف كيف كان انطباعه. حقيقة كان سعيد، وحتى سألناه أنه أنت حابب أولادك يعني ممكن يدرسوا في الجامعة، قال بالعكس أتشرف لأنه في مخرجات مميزة ومواكبة لسوق العمل، والطالب اللي كان أمس بيصور أنا كنت حابة يكون معاي اليوم بس عنده ارتباط واعتذر. إن شاء الله نستضيفه. إن شاء الله نتشرف. عبد الرحمن الحميد ما شاء الله الطالب المميز، هو صور كل الفيديو اللي استخدمته بعض المقاطع منه اليوم، وكان معنا في كل الجولة. سرعة وإتقان وتدريب والإديت للفيديو، إحنا طبعا نعرف المونتاج قد إيه مهم في إخراج المادة الإعلانية أو الإعلامية بشكل مميز. صحيح. طب هل ممكن نشوف تعاون مشترك مستقبلا بين نجوم بهذا الحجم الكبير عندنا في الخليج، سواء في الفن أو الإعلام، وبين أيضا طلاب الجامعة؟ صحيح، لأنه في الجامعة عندنا بنركز على الجانب الأكاديمي والشهادات والتعليم والتدريب، ولكن في جانب مهم من اختلاط الطالب بالمجتمع برعاية أكاديمية وبمتابعة. إن شاء الله الأسابيع القادمة حيكون في زيارات تانية لشخصيات هامة في للجامعة في مبنى الكورنيش، جامعة الأعمال والتكنولوجيا، المبنى الجديد، المبنى السمارت بيلدينج اللي فيه 4 استوديوهات لكلية الإعلان، فوتوغرافي، فيديو، كمان الاستوديو الصوت، وبيتعلموا كيف يصوروا. عندنا دكاترة معهم بكالوريوس وماجستير ودكتورة في التصوير الفوتوغرافي في الفيديو. وعندنا طلاب بيقدموا برنامج، عندنا طالب عبد الله بمطرف بيقدم برنامج حول الجامعة بيستضيف فيه أكاديميين وبيتكلم عنه، فما شاء الله في إبداعات كبيرة. إن شاء الله الزيارات القادمة بإذن الله نعطيكم يعني معلومات عنها، بس تترتب إن شاء الله، لأنه يهم الجامعة إنه تجمع بين الخبرات اللي موجودة والجانب الأكاديمي للطلبة. هذا أتوقع شيء مهم جداً للطلاب، خصوصاً أنه الطلاب يقولوا نحن دائماً اللي بندرسه في الجامعة بنطلع لأرض الواقع وسوق العمل، بننصدم أنه ولا شيء من اللي درسناه في الجامعة شفناه على الواقع. فإنكم تهيئوا الطلاب والطالبات من خلال الدراسة ووقت الدراسة يطلعوا جاهزين لسوق العمل. صح. وعندهم خبرة كبيرة جداً في هذه المجالات، وأتوقع هذا شيء مهم جداً ولازم تركز عليه الكثير من الجامعات في الفترة اللي عايشينها حاليا. صحيح، وبصراحة الله يعطيهم العافية وزارة التعليم بعد جائحة كورونا، كل الوزارات على مستوى العالم وما شاء الله وزارة التعليم بتشتغل بشكل ممتاز. صحيح. لتطوير المهارات والتركيز على الشهادات المهنية، وهذا شيء تقدمه جامعة الأعمال والتكنولوجيا تساعد الطلبة في التوظيف أكثر وتزيد من خبراتهم، فهي مجموعة. صحيح. من الأشياء، ما هي فقط جانب أكاديمي، والخدمة المجتمعية ما شاء الله فيها كثير نشاطات بتطور الطلبة، والقادم أجمل يا رب. وهذا اللي بسألك عنه بالتحديد، عن جانب الخدمة المجتمعية في الجامعة، إيش بتقدموا من خلالها، وأيضا كيف هذا التأثير ممكن أو الخبرة تأثر على الطلاب في هذا المجال؟ تمام. المهارات اللي بيتعلموها الطلبة في الجانب الأكاديمي مثلا critical thinking اللي هو التحليل النقدي أو التفكير النقدي، نعمل عصف ذهني، كيف ممكن نكتب proposal أو فكرة مشروع مميزة. كل التفاصيل هذه لما بيتعاملوا مع سوق العمل وبيكون في منافسات، زي مثلا أمانة جدة اليوم هذا صار يعني أقرب شيء، فيه مناسبات جدا كثيرة وخدمة مجتمعية بشكل مكثف في الكلية أو في الجامعة طبعا بشكل عام، فكيف ندمجهم مع الجهات هذه من خلال الشراكات التعاونية وتفعيلها مع الجهات الحكومية والخاصة، وما شاء الله بيبدو يعني إعجابهم بالنتائج، وما بتشوفي الحماس الحلو اللي بشوفه في الطلبة. زميلاتي وزملائي كلنا بنتشجع وبنتحفز أكثر إنه في تنوع أكبر في عملنا. طبعا الجامعة فيها 4 كليات، وكل الكليات بيقدموا الشيء هذا ما شاء الله بطرقهم حسب التخصصات، كلية الإعلان وكلية الهندسة، كلية القانون، وكلية إدارة الأعمال CBA، فكلنا بنكمل بعض، والكل بصراحة بيتعاون عشان نقدم أفكار أفضل ونجيب طلبة أكثر يستفيدوا من التجارب هذه. جميل جدا حقيقي، احنا فخورين فيهم كثير، شفنا أعمالهم مميزة جدا، وإن شاء الله القادم أجمل بإذن الله، ومنورتنا دكتورة هبة. ولكن أخيرا خليني أسألك سؤال خارج النص، هل ممكن هبة جمال ترجع للشاشة قريبا ولا ما تفكر في الموضوع؟ والله أنا إنسانة يعني ما أحب أقول لا على أي شيء، ولكن لغاية ما أدرسه، ولكن
العمل الأكاديمي ممتع جدا وكل يوم تتعلم أشياء جديدة، وأكيد أنا رحت بريطانيا سنوات عشان أستفيد من هذه التجربة، فما أعتقد أنهم يتعارضوا مع بعض. ممكن في المستقبل أقدم شيء يكون أسبوع يوم في الأسبوع متماشي عشان أقدر أقدم مضمون مميز إن شاء الله. ونحن منتظرينك بكل شوق. وحشوني عن جد كل الجمهور، الله يسلمك ويسعدك، وشكرا على الاستضافة الجميلة لك وكل فريق العمل. بالعكس هذا واجبنا ونورتينا وشرفتينا دكتورة هبة، يعطيك العافية. شرف لينا، الله يسعدك. مشاهدينا مكملين معاكم، فاصل قصير وراجعين لا تروحوا بعيد.